خطه قضاء تكريت جزوها 20 30 35، يعني الفلاح سوى خطين في سبيل تتجزا في سبيل جماعه يستفادون يبيعون خططهم. وناشد المحافظ ان ينظرون بهالقضيه هذه، يرجعون ليجزوها التجزيء. بالنسبه للشعبه صلاح الدين، اهل تريلات واحد، وحنا اهل القلابات واحد. يقول لا كل ثلاثة القلابات، ايش نستفيد؟ احنا نظل واقفين من اسبوع لاسبوع مشان نودي درب واحد ب 10 طنون؟ ليه ما يسوون سر القلابات واحد وسر التريلات واحد ويمشي السرة؟ انا اليوم صار لي 4 ايام واقف مشان عبور السرة، ماكو من خابطينها خبط. نريد السرة يسوونها بطاقة ويقول لك وين ما تروح روح، يعني تلزم سرة من هناك تجي لازم سرة، وقدم قدم بهشموزات. نريد يسوونها بطاقة تثبت حقك بان هذا سرة. احنا السرة تعبنا، يعني تلزم سرة وتمشي مش تعبنا، نص السواق صيّن.